اولادي 15 سنه وهن بيشتغلوا بايديهم وباسنانهم كانوا يشتغلوا بلحظه يجي يدمروها. دمروا غزه لان هناك في حماس، هون في حماس، هون في محمود عباس. وينك يا محمود عباس؟ وينك؟ بتقول هذيك اليوم بدك تروح على غزه تزور غزه. قبل ما تزور غزه زور اهل بيتك في نابلس. احنا نابلس قرب من غزه، تعال اهمينا، تعال شوف اليوم شو بتعمل فينا. هي عمال بهدوم البيت بدون سابق انذار، بدون سابق انذار. هي العفش كله موجود بالدار، ولا ما فرحنا فيه العفش، كله جديد بجديد ودار جديده. ما صار لها كم شهر ساكنينها. الله اكبر عليهم يا زلمه.